السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا هشام الخلسي. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم، طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. النسخة رقم 30 من كأس السوبر الأفريقية تقدم لنا هذه الليلة مواجهة حديدية نارية مشتعلة وقوية بين عملاقين عريقين بشعبية شارفة ورهيبة. الكلام هنا يا سادة على الأهلي المصري سلطان اللعبة القارية بسبع ألقاب، والأخضر الرجاوي المغربي الذي نال شرف التتويج باللقب ود علي معلول ملك الحلول، والشناوي بيتريستو بيرسيتو وأنس زنيتي. أنس زنيتي حارس كرة أولى تعود مغربية بالعليا، وهذا التوه الجنوب أفريقي يعدي، والركنية بقرار الكونغو فيروس كورونا إن شاء الله السلامات تأتي من بعيد. تختي عفشع يوزع معلول، كرة ممتازة يوزع، المطالبة بضربة جزاء، والحكم جان جاك ندالا يقول كان حاضر في كأس العربية. أكرم توفيق الكرة وخطيرة، أسأل عرب العاشرة بحكم الإزمي الماتس، ثنائي ارتكاز زكريا الوردي أحدادي، والكرة جول، كرة جول، الهدف الأول هو حميد أحداد، حميد أحداد جول، كرة جول، الرجاء العالمي، المصنفة بالأسماء العالمية، جبيرة، خطورة، جبيرة، والشناوي، الشناوي يجرح ويداوي، ارجع كرة لأكرم توفيق، يوزع، وأنس زنيتي، وأنس زنيتي مرة أخرى رائع. العرين المغربي مباراة الجنون، والأهلي بأسهل الأوقات ويوزع معلول ويا إلى حد الآن، يوزع الشناوي بسوق مجدي أبشع، صنع الألعاب، وكورة الحكم يطلب اللعب، بيرسيتو التباب دفاعي مغربي، فرصة كريمين يوزع بانتظار مساندة، تيرسيبو قوة كبيرة لزكريا الوردي، معلول يوزع، يوزع، أي 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 أي، وصول متأخر، زع وتسويب، كورة والركنية، حركس ركنية للنادي الأهلي طلع بسرعة وضفي على باك دي أفشع، ومرتين كأس السوبر 2000 و2009 الثاني، كورة بنون وحداد، أحداد طبعا ثنائي يعرف بعضه في الدوري، وبيرسي تو وتو وتو، والركنية ركنية، والآن قوة بدنية كبيرة لله وأن إليه رجعون، وكورة كورة كورة كورة، لولا بدر بنون عميد، عكسية خطيرة مغربية، وهذه هي يلعب بالنار مجدي، نتيجة مغربية، وهذه كورة يعدل يوسع، ورائع رائع من بدر بنون، توفيق توفيق يوسع، كورة في القائم الثاني، طويلة الكورة في القائم الثاني، تحلول، والحارس أنس حفيدي، حفيدي تعدي لبيرسي تو، وضربة مرمى يروح، والدفاع متسي علي يوزع، وحمدي فتحي بالرأس، اليو ديانج
الحكم يأتي التمس، تردد واضح من الحكم. علي معلول وكرة بالتليفون، متولي الرايع على أحداد. حميد كان في موقف متسلل، حفيد نيوسا اليوت مع اثنين، وأنس سنتي اثنانيات المباراة بالتعادل. كرة خطيرة، فابريس نجوما وحمدي فتحي يدا من مذكور ومجدي متولي، إصابة ياسر إبراهيم، التحذير والتصويب، ديانج يفتقد للتوازن. حسين الشحات، وين رمض شريف يحضر لمجدي، رايع أنس زنيتي. المخالفة حدودي والإنذار، إنذار مجدي يلعبه ويعدي طويلة لشريف، هنالك إصابة على مستوى الوجه بعد التحام مع محمد شريف. مجدي مجدي وعلي معلول ورضوان، كورة رضوان، رضوان يعدي ويمشي، والكورة بمخالفة. محمد شناوي أتو تو تو، وين ماشي تو؟ المطالبة بضربة جزاء، والحكم مرة أخرى يقول له لا وألف لا. شناوي التوزيع يوسع، وفتحي تمن حمدي، حمدي فتحي في التصويب بالرأس، تصويب الكرة والتدخل يوسع او بالرأي تسيتو، او غريبة غريبة يوسع، علي معلول يوسع، وفي النهاية بيرسيتو كرة، كرة جول، كرة جول، جول 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 جول، مجدي جول، كرة جول. السلطان هو سيد هذا الميدان، ويعلن الحكم الكونغولي جون جاك. أنس زنيتي وعلي، علي جول، علي جول، معلول جول. أدريدا رايعة رايعة، يتقدم ويمشي بانون، رايعة وقوية، ممتاز، يتقدم يمشي الوردي، جول جول باليسار بيرسيتو، اوكي وممتاز. يحاول التسويب حدودي والنجاح، رضوان رايع، التصويب رايع، يتخدم وتاريل يمشي، متولي متولي يتخدم يمشي، عبد الإله مذكور يتخدم. يا مالك ترد عليك، يا مالك رد عليا. انا سنجل، انا سنجل زي القمر كده في السماء. وانا يا اسطى سنجل، ايه رايك؟ طيب ايه رايك؟ بص بصي هنجرب، بص هنجرب بعض، والله نفعنا نفعنا، ما نفعناش خلاص. انت عايز ايه يا عم؟ انت يا رب، هو انت راح تشتري تلاجه نجرب بعض يعني؟ فعلا فعلا ما نفعناش يا عم، انت يا رب يا عم الله يرضيك. عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا مالك؟ عندك كام سنه؟ تديني كام من صوتي كده مثلا؟ والله العظيم انت وشك عمري كله، عمري كله انت واقع من الدور العاشر يا عيني يا ابني. انا ما طلعتش اصلا، انا طول عمري ما طلعتش اصلا. اسالني يا جدعان ايش مايكل؟ انا عندي 18، انا عندي 18 سنة. ما انا قلت لك، انا قلت لك اديها 18 سنة. بقول لك ثواني يا احمد، ثواني يا احمد، ثواني يا محمد، ثواني ثواني يا عم، ده انت عندك بتاع 25 سنة. طب خش يا اسطى السهل جوه يا اسطى، يا اسطى انا عندي 26 سنة. ممكن اقول لك حاجة ما بس متزعلش منك؟ خش يا اسطى، انا عارف يعني. انا ثواني يا احمد، ثواني انا عندي 30 يا جماعة، ثواني اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي. يا مالك ممكن اطلب منك طلب بعد اذنك؟ اتفضل تؤمر.
يعني ممكن طلب بس ممكن اموت بعدها يعني ممكن تقول لي بحبك يا مايكل بحبك يا مايكل بحبك يا مايكل بحبك ايه يا مايكل يا مايكل قولي بقى تمسيحي ولا ايه لا